أهلا وسهلا فيكم في قناة اليوميات. اليوم الفلوق هو آخر فلوق الهي وعيفة هنا في السعودية، طبعا غير الشر لمدة أسبوع. فلوقات الجاية راح تكون في الكويت إن شاء الله. ماني مستوعبة أني بروح الكويت من زمان. هيا ودها تروح الكويت. أنا ودي أعرف، أنا ودي أرسل فيديوهات عشان ما تجي تشوفون هناك رد فعلها. فطبعا فلوق هذا اسمه فلوق الوداع، راح تجهزون اول شيء اغراضكم هنا للطياره، وبكره راح يروحوا المطار وراح تكونون معنا انتوا اول باول لين يدخلون الكويت. لا تقريبا الفندق، لا اجل انت تدخلون خلاص المطار واروح انا واخليكم. انا قصدي توقفون عند الفندق هناك، انتوا صوروا وارسلوا لي عشان امنتج المتابعين يشوفون. اوكي، إذا جولة في غرفتكم، روتينات، طلعاتكم، كل شيء ان شاء الله. اذا ما وصلتوا هالفيديو لايكات ما راح ارسل ماما الفيديوهات اللي صورتها. من جدك متابعين سووا اكبر عدد لايكات عشان ترسل لي، ترى الحمد على الله ثم عليها. اذا عانت وما رسلت لنا في اليوم انا وياها علمها شلون ترسل لي عن طريق جوجل درايف. ايه، انها ترسل لي الفيديوهات على اساس توصل بجوده زينه. المهم يلا، المهم الحين هذه تجهيزات شنطه هيا وهيفا اللي بتروح المطار. طبعا اول شيء هيفا هذه تاخذ الشنطه هذه الشنطه بتحطين فيها اول شيء كتاب، لان انا بالطياره ما في انترنت فلازم اقرا فبحث. او الكيس الجديد والايباد حقي مع كيبورد. حلو، اوكي راح نحطه داخل. تبين تحملين العاب، تحملين رسم. عندي رسم، بعد تطبيق يحمل لك فيديوهات يوتيوب اذا ودك تتابعين. حلو، ايه بس ما له داعي. احط الربطه هنا طبعا هنا. هنا ايوه، ربطه شعر لو احتاجت. وين السانيتايزر؟ هنا. وهنا راح احط معقم ومناديل معقم احتياط، تبغى تمسح فيها شيء حطه برا عشان ما لي خلق افتح الشنطه. اكيد. ومنديل اهم شيء، وطبعا بكره راح تحط لها مويه وسناك، وطبعا كتاب هاي اللي شاريته من جرير جديد تقرينه في الطياره. شنطتها كبيره يعني، متحمسه تقرينه في الطياره؟ لا لا لا، شوف شنطتها حلوه كبيره يعني، ناويه تحطين، حاطه عينك عليها تحطي بها اشياء زياده. انا بس شيء واحد ما راح اقول، تدرون قبل السفرة تخيل وش قالت لي؟ قالت ساعة هيفا وش بتاخذين شنطة وش بتاخذين؟ أقولها ما أدري وش بتاخذين، يلا طلعي بسرعة عشان تبي تشوف المقاس تعرف تجهز لها. أنا دوري حطيت نظارتي. حلو. حقة البلاشر الكبرى هي، خذي صغيرة ما عندي. إيه؟ هذه مزيل ميك اب، ماسكارا. لا ما صدق يا ماما، خلاص لا سوري خلاص. بلاشر. حلو. فاونديشن. مكياج كامل حاطه تشفيق يا ماما، اخاف يروح لان هذا خفيف مره الفاونديشن. انا مو قلت فاونديشن ما تحطينه باي مكان؟ بماما مطار لازم. لا لا يلا يلا كملي. بيوتي بلندر، تنت، جوال وشاحن الجوال. حطيت سماعه وربطه بس ما لي خلق اطلعها. معقم. طيب خذي شنطه صغيره حطي من داخلها ربطه. اول شيء الاغراض اللي عندك، ما في اغراض لو سمحتي رجع اشياء، لا تتدخلين خلاص لو سمحتي خذي كتابك. طيب يلا خلاص اخر الوقت، غيروا بجام، البسوا بجاماتكم وعن النوم لاني بكره بقومكم من 9 الصباح. سمعتوا؟ شكرا يا ماما. اوكي يلا صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير، تصبحون على خير. هيفا يلا حبيبتي قومي، يلا حبيبتي عشان بدك تلبسين و... يلا صباح الخير. هيا 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 يلا حبيبتي، يلا قومي يلا هيا. الساعة 8:30 يلا عشان بدك تلبسين وتخلصين شغلك كله. ايش تبون فطور؟ ايش تبين فطور؟ ها؟ ادري. يلا قومي يا غسلي وغسلي وجهك وفرشي اسنانك وعشان جهز فطورك. يلا حبيبتي يلا. بس
بصي الحين راح اسوي شعري والبس الاكسسوارات وراح نطلع. طبعا قبل لا البس هيفا فطرت الحمد لله. يس لكن هيا شو فطورها الى الحين ما تغير؟ برد الحليب الشاي. انا قايمه من 7 عشان كذا فطرت قبل شوي قبل لا البس لبسي، لان لبسي اسود لميت ماري ولميت ميمو. لا عشان ما يجيها شعر بصراحه. ما خلصتي حتى كلاس؟ ها خبيب ما حطيت كلاسات عندي هنا الطاوله كلها وسخه. لان ايش حوسه قلت اذا راحوا سوينا جد للغرفه. نجرد غرفتكم جد. ما حطيت بشنطه كلاس عشان تستعملينها دائما. هي عاده تستخدمينها؟ ايه هذا مو زين لا تحطينه. انا حط هي باخذه كل الحمر. حطي ايش اشوف كلاساتك هذا حلو. هذاك ايه لا الثاني وريني. ما حطيتي شيء الا الا زين بس لا يصير في لون. في لون لا صح لا لا بس لا ما شاء الله يا هيا لو ان مدرسه ما خلصتي اول وحده ها صح. ايه طبعا مدرسة كان آخر واحدة الحين يعني. عشان بتسافين قايمة من الصبح ومصحصحة ولابسة وخالصة. فرق بين المدرسة وبين السفر فرق شاسع يعني. لو أنه يعني ما تخليني أروح المدرسة قعدت في البيت عادي. تبي تقعدين في البيت؟ لا أنا أروح المدرسة عشان أسولف مع أصدقاتي بس. إذا يعني رحت عشان الدراسة وهم غايبين ما أروح. ما شاء الله عليك الحياة. هذا اللي تبي بكرة تدرس جامعة وتبي مستقبل وتبي ها؟ أخيرا خلصنا العطر الحين آخر شيء. لو إنها مدرسة ما خلصتوا كذا. أنا خلص أول واحدة. أنا ترى أنا أحب المدرسة يعني أحب أدرس. يلا يلا خلصتي جهزتيها كاملة؟ إي جاهزة. طيب لازم أحب موية. موية وش بعد؟ بس. خلاص كافي ها كل شيء حطيتي الاشياء اللي امس كلها اللي معقم كتاب هيا كتابي منديل ايبادك باقي بقي ايبادي والكيبورد هيا الحين هذه اللي مخلصه يا بدري ها شعري باقي شعرها بترتبه حرام احس انه ما له داعي بس برتبه شوي خلصنا كل شيء والحين راح نسكر الشنطه عشان نطلع تاخرنا او ما سكرنا هذا لازم نسكر خلصنا من شنطتي بعد واخيرا ان شاء الله تنسكر راح تنسكر اكيد تدري ايش كنت بقول ماما؟ كنت بقول نشوفكم بالكويت يلا يلا هذا أولتها هيفا ها؟ ما تعرفوا تشيلونها؟ أخيرا طريق طويل طريق طويل مرة ما في الكويت عاد الحين ننتظر شو اسمه امي تجي لان هم بيسافرون مع امي ما راح انا اسافر معهم طبعا اول مره هيفا تسافر لحالها انا ثالث مره هيا دائما تسافر مع امي وخواتي وكذا فاللي يقول انت ليش ما سافرتي لان جت السفره فجاه وانا عندي كم شغله لازم اخلصها وتعرفون يعني حوسه الصراحه ان شاء الله بمره ثانيه معهم احنا باذن الله هاي هيفا متحمسه يا هيفا ها؟ انا متوتره ليش متوتره من زمان ما رحت الكويت من زمان انت ما رحتي اصلا الكويت الا مره واحده إيه؟ وقبل 7 سنين يعني هيفا انت مره واحده وكانت كم عمرها هيفا كلنا قبل 7 سنين انا كان عمري 7 وهيفا 4 سنوات هيفا تروح الكويت صح صوروا عاد ها وارسلوا لي اوكي اكثر المتابعين يقولوا ليش ما رحتي معهم يوم هيفا
خلصنا والحين بيروحون. هيا وهيفا. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it.